بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم، معاكم أشرف رمضان. إن شاء الله في الفيديو ده هنعرف إيه هي الشهادات والمواصفات القياسية المطلوبة عشان أعمل اختبار وأصدق على كفاءة وأداء الألواح الشمسية. دي معلومة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها، لازم تاخد بالك من إن اللوح لازم يكون معاه سيرتيفيكيشن، شهادات بتصدق على كفاءة اللوح والبيانات المكتوبة عليه. طيب ايه هي المواصفات القياسية العالمية اللي المفروض انا كمهندس اخد بالي منها؟ لازم اللوح يكون مطابق للمواصفات القياسية العالمية. زي ايه طيب؟ زي الاي اي سي 61215. احفظ معايا يا باشمهندس، واخد بالك يا ادم؟ 61215، 61215. يبقى انا لازم ارجع للكود الاي اي سي 61215 واشوف ده بيقول ايه في التصديق على الالواح الشمسيه. وخلي بالك يا ادم، في نوع تاني من السيرتيفيكيشن او الشهادات، الاي اي سي 61730. يبقى نراجع مع بعض. انا عندي 2 كود لازم اعمل مطابقه فيهم للمواصفات القياسيه العالميه، اللي هي الاي اي سي 61215 واي اي سي 61730. طيب تعالى كده نبدا نشوف ايه هي متطلبات، او الكود اللي هو 61215 طب يصف متطلبات الجوده والاختبارات للالواح الشمسيه من حيث الخصائص الكهربيه والخصائص الميكانيكيه. يبقى تاني، الاي اي سي 61215 ده بيصف الخصائص الكهربيه والميكانيكيه للوح، بيقول ان اللوح مطابق وعدى على الاختبارات الخاصه بالخصائص الكهربيه والميكانيكيه. اي سي 61730 ده بيصف متطلبات السلامه، واخد بالك؟ ده بيصف متطلبات السلامه. يعني ايه؟ يعني ده بيقول لي مثلا المسافه بين الكوندكتورز اللي هي الاجزاء الموصله والفريم، في ستاندرد لازم اعمل تطبيق لهذا الستاندرد عشان اللوح ده ياخد الاي اي سي 61730. كمان خلي بالك انا بتاكد من ان اللوح مطابق لل 61730، وبشترط على السبلاير ان هو يكون واخد كلاس A طبقا لل 61730 عشان يبقى واخد موافقة للموديول من الدرجة الأولى، أو بنسميها كلاس A طبقا لل IEC 61730. يبقى خلاصة هذا الفيديو ان الموديول لازم يبقى مطابق للمواصفات القياسية العالمية الـ IEC 61215، ده خاص بمتطلبات الجودة والاختبارات الكهربية والميكانيكية. الـ IEC 61730 ده خاص بمتطلبات السلامة زي المسافة بين الأجزاء الموصلة والفريم، ويشترط أن يكون من كلاس A. وأشوفكم في فيديوهات تانية كتير خاصة بالألواح الشمسية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.